السلام عليكم. قبل 4 أو 5 أيام سجلت فيديو بنفس المحتوى وبنفس المضمون وبنفس العنوان لهذا الفيديو اللي بنشره اليوم، ومع الأسف كان خطأ موجود في هذا الفيديو نبهني عليه أستاذي العزيز دكتور رمزي بهنام عبد الأحد، واللي أتوجه له بالشكر الجزيل في بداية هذا الفيديو. ولأنه ما أعرف شلون أصحح على الفيديو القديم، لذلك قررت أنه أمسح الفيديو القديم وأعيد نشر الفيديو الجديد محله، لأنه بصراحة ما أعرف شلون أعدل عليه يعني، فأعذروني لهذا الموضوع. على العموم خلينا ندخل بموضوعنا. موضوعنا اليوم رح نتكلم به عن التشققات التي تحصل في الحديد في فلسطين. هل يا ترى أن الحديد المستخدم لأغراض إنشائية أو حتى لأغراض غير إنشائية إذا سلطنا عليه قوة معينة، هل من الممكن أنه هذا الحديد يتعرض إلى تشققات؟ هذا السؤال أول ما تبادر إلى ذهننا لما كنا طلاب ندرس الماجستير قبل سنوات عدة في العراق. وبذاك الوقت ما كان الأمر واضح بالنسبة لنا. كان الأمر واضح بالنسبة لنا فيما يخص الكونكريت. بالكونكريت إذا سلطت إجهاد شد على مقطع للخرسانة المسلحة، هذا إجهاد الشد إذا تجاوز مقاومة الخرسانة للشد التنسيل سترينث أوف كونكريت، بالحالة هاي راح يصير عندك كراكس موجودة بالخرسانة، شيء واضح جدا شفناه بعدين بالتجارب اللي سويناها لاحقا. لكن بالنسبة للستيل كان الموضوع نوعا ما غامض، لأنه مع الأسف الشديد ما كان متوفر لنا جانب عملي فيما يخص دراستنا النظرية في أغلبها، لظروف البلد اللي مرينا بها في ذلك الوقت، حصار اقتصادي، ماكو تمويل كافي للجامعات، واللي أتمنى أنه الجامعات في الوقت الحالي تلافت هذا الموضوع. على العموم نرجع لموضوعنا مرة ثانية، السؤال اللي دار في أذهاننا في ذلك الوقت، هل من الممكن أنه تكون تشققات في الستيل ولا لا؟ هذا السؤال حبيت أشارككم الإجابة عليه من خلال فحص نظري، فحص عملي أجروا بعض الطلاب، طلاب دراسات العليا في جامعة تنسي اللي أنا أدرس فيها بالولايات المتحدة، وهذول الطلاب سووا الفحص التالي اللي من الممكن أنه يوفر لكم الجواب للسؤال اللي طرحناه بالبداية. الفحص كان عبارة عن جابوا بليت حديد مثل هاي اللي تشوفوها أمامكم، هذه البليتة من أسفل ربطوها دبل شير كونكشن، حطوا بليت إضافية من هالجزء وبليت إضافية من الجهة الثانية، وبالنص عندنا البليت الأساسية اللي تنسلط عليها القوة مالتنا، فصار عندنا دبل شير كونكشن. هذا المصطلح اللي المفروض أساسا مر على الطلاب وهم يدرسون مقاومة المواد في المرحلة الثانية. من الأسفل حطوا فتحتين for two bolts حتى لما يسلطون الإجهاد ما يصير stress concentration، ما يصير تسليط تركيز إجهادات في هذه المناطق اللي موجودة هنا، لذلك حطوا فتحتين بدل واحد وسلطوا قوة شد من الأسفل، ومن الأعلى مثل ما تشوفون هنا بأصبعي فوق حاطين فتحة لبولت واحد حتى يصير stress concentration وحتى يكون الفشل من الأعلى، مقوين من الأسفل ومضعفين من الأعلى. هذه هي الفكرة الأساسية للتست نفسه. لما تبدي الإجهادات الشد تزيد أكثر من مقاومة الحديد، فاللي راح يصير عندنا مثل ما تشوفون أصبعي هذا اللي موجود هو يمثل البولت، فلما نسحب نحو الأسفل البولت راح يسبب ممانعة على الجدران الداخلية للفتحة اللي موجودة بالحديد، واللي راح يسلط عليها إجهادات يسموها بيرينج ستريسز. من تزيد هذه البيرينج ستريسز سببت عندنا هذا التحدب اللي تشوفوه، وبزيادة الإجهادات أكثر وصلنا إلى مرحلة أتمنى أنه الكاميرا تكون واضحة لها، أتمنى أنه تكون واضحة للكاميرا هذا التشقق اللي تشوفوه أمامكم. هذه هي النتيجة اللي وصلنا لها. لما نزيدوا القوة أكثر صار عندهم هاي الحالة واللي هي أوضح من الأولى، مثل ما تشوفون أمامكم هنا التشقق صار واضح جدا، أوضح من الحالة الأولى اللي الحمل بها كان أقل من الحالة الثانية. ولما زيدوا الحمل بعد أكثر صار انفصال كامل جراء البيرنج ستراسيس مثل ما تشوفون أمامكم هنا. أتمنى أنه هذه البليتس اللي شفتوها أمامكم وفرت لكم جواب لسؤال، هل يا ترى من الممكن أن يتعرض الستيل إلى
عفوا اسف انه اتحدث باللغه الانجليزيه والعربيه مشتركه. هل يا ترى من الممكن ان يتعرض الحديد الى تشققات مثل الكونكريت او لا؟ اتوقع الان صار بامكانكم الاجابه على هذا السؤال بنفسكم. اهلا وسهلا بكم في قناتي، والى فيديو اخر، مع السلامه.